تبعي طقس العرب في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود طقس صافي خلال ساعات نهار اليوم بإذن الله في العاصمة عمان مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، والرطوبة معتدلة نوعا ما حوالي 46%. أما الرياح تكون غربية لشمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم نبدأها شمالا، إربد تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 17، المفرق رياح نشطة وأتربة مثارة 31 إلى 18، أما جرش 30 إلى 18، وعجلون 28 إلى 16. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 28 إلى 20 مع طقس صافي، البلقاء 30 إلى 21، الزرقاء 32 إلى 20، مأدبة 30 إلى 19، والبحر الميت 35 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأ بالعقبة 38 إلى 27 مع عين 30 إلى 21، الشوبك 27 إلى 20، والطفيلة 29 إلى 20، أما الكرك 27 إلى 18. المنطقة الشرقية طقس حار وريح نشطة وأتربة مثارة، أرويشة 36 إلى 20، الصفاوي 35 إلى 19، أما الأزرق 36 إلى 20. إلى اللقاء.